المباراة كانت مزيانة بزاف، نهضة بركان كانوا أحسن من الوداد في المباراة، كانوا واقفين مزيان في التيران وكانوا كان التاكتيك أحسن منهم وفي اللياقة البدنية أحسن منهم، كلهم كانوا أحسن منهم، الوداد ما كانوش في الماتش يا. الوداد ما صنعوا شي هجمة، تفرجنا في 90 دقيقة ما شفناش الوداد صنع شي هجمة من الخلف ولا شي حاجة، ما صنعوا حتى هجمة، ما تالفين في التيران. كنظن بان الوداد ما قدمت حتى حاجه في هذه المباراه، وبركان تستاهل تربح 100%. ولكن اللعاب اللي عند الوداد تبارك الله راه كلهم في المستوى، راه كلهم كنعرفهم واحد واحد، لا من اللور من الغارديان حتى الهجوم، ولكن ما قدموش الاضافه كاع من لا استيران لا هجوم. تنشوفوا التغييرات، تغيروا بزاف د اللعابه، دخل هذا خرج هذا، ولكن اللعب راه بقى هو دون تغيير والو. ما بصراحه كنا كنتسناو من الوداد تقدم مباراه كبيره اكثر من هكا، فهمتي؟ ما توقعناش هذا الاداء السيء ديال الوداد. كنتمناو التوفيق للكره المغربيه، وكنتمناو تزيد القدام اكثر من هكا، وكنبغيو نعطيو نقولوا للفرق كاملين الرؤساء وانديه ومدربين ولعابه يزيدوا يقدموا كثير للكره الوطنيه. لعبه الوداد ما قلت لك ما لعبوش 90 دقيقه، انا تفرجت 90 دقيقه ما شفتش الوداد صنعت هجمه من الخلف، تنقول لك هجمه منظمه ما صنعتهاش. بركان كانوا مزيانين طاكتيكمو، كانوا واقفين مزيان في التيران، سدوا كاع المنافذ على فريق الوداد البيضاوي، خنقوهم كما تنقولوا بالكره، ما خلاهم يصنعوا حتى كره. جا داك الهدف جا من الكره ديال الشرقي البحري، والهدف الثاني جا من ضربه جزاء واضحه، والبركان كانوا احسن من الوداد 100% في جميع الميادين، زعما في اللور الخلف في الوسط التيران في الهجوم في كل شيء كانوا احسن منهم، ويستاهلوا 100% يستاهلوا الربح. فريق الوداد اليوم قدم مقابله متغيره على المقابلات اللي قدمها في البطوله الوطنيه وفي البطولات الافريقيه، كان هناك اخطاء كثيره في خط الوسط وفي خط الدفاع. فريق نهضه بركان قدم مستوى جيد وغادي في تفوق جيد، الخطه كانت مزيانه، حاول في الشوط الاول انه يخلق مفاجات للوداد البيضاوي، لكن كان الدفاع ربما كانت هناك اخطاء وعدم انسجام مع لاعبين جدد التحقوا فريق الوداد، اللي ربما اثر على اللاعبين، فقدوا التوازن ديالهم، فقدوا التفكير ديالهم، ادوا الى اعطوا اخطاء، ربما اخطاء كانت اللي هي كارثيه في خط الدفاع كما لاحظنا وكما تبع المشاهدين، اللي اكيد سبت في الهزيمه ديال الوداد وخساره لقب السوبر الافريقي اللي كانت جماهير الوداد البيضاوي كتحلم بهذا اللقب سنوات طويله. وكان وليد الكراكي الناخب الوطني الجديد كان انذاك يريد التتويج بهذا اللقب ليضيفه الى خزينه القاب وداد البيضاوي الملقب بوداد الامه. نتمنى التوفيق لوداد البيضاوي في الملتقيات الاخرى وفي النهائيات الاخرى، ونتمنى ونهنئ فريق نهضه بركان بفوزه بهذا اللقب السوبر الافريقي الذي رسم لوحه ايجابيه للجماهير البركانيه والجماهير المغربيه. وشكرا كرة القدم الوطنية، شكرا فوز القجاع على الإنجازات الرياضية، ونتأسف لما وقع للمنتخب المغربي في الجزائر في البطولة العربية من سوء التدبير وسوء التحكيم، وكذلك نتمنى التوفيق لأشبال الأطلس وليكونون لاعبين جيدون في المستقبل إن شاء الله. شكرا. نعم، النهضة البركانية دائما هي في تفوق، وكانت منذ البداية أن تستحق تفوز بهذا اللقب، لكن كان الوداد البيضاوي تجربة اللاعبين الوداد البيضاوي وحنكة اللاعبين الكبار هي اللي ربما خلت بعض اللاعبين المخضرمين أن يتعاركوا داخل الميدان من أجل ربما الدفاع عن هذا اللقب، لكن في النهاية هذه هي كرة القدم وهذه هي بطولة وهذه هي لعبة كرة القدم، دائما هناك خاسر وهناك رابح. نهضة بركان قدم الأهم وقدم أوراقه جيدة وكان بطلا للسوبر الإفريقي ودافع على ألوان الراية المغربية ومثل المغرب في كأس السوبر الإفريقي. نتمنى التوفيق في بداية هذا الموسم للفرق المغربية وللفرق الكبرى، لتوفيق للرجاء البيضاوي مع المدربين الجديد وتوفيق الجديد مع السيد الكبير والمدرب المنتخب الوطني المغربي سابقا السيد عموتة ليقود سفينة الوداد نحو الألقاب الإفريقية. بالنسبة للماتش أخويا كان في مستوى بركان، كانت لعبة أحسن وبركان أصلا أحسن من الوداد، الوداد في يدها لعبة
الرجاء هي اللي كاينه اخويا وديما رجاء، وعاشت الرجاء وعاش اللي يحب الرجاء. السلام عليكم. بعدا بالنسبه للمقابله، كانت مقابله في المستوى بالنسبه للامن دار خدمته، كما شفنا في المقابله ديال الجزائر والمغرب كان واحد الصراحه واحد الشغب كبير. بالنسبه للمقابله كان واحد النيفو متقارب، وهارت لك الوداد ومبروك البركان. الماتش كان مزيان، وش نقول لك، مبروك اليوم هذا مكان. كان نظن دابا المدرب جديد، بالنسبه للركراكي كان مشى خلى واحد الايكيب اللي كانت مزيانه، هذاك البنزا واقيلا على ما اظن كان هجوم مزيان، خلاوه يمشي داري، مشى لفرنسا. فهمتي انا الخلل ديال اللاعبين هنا، الرئيس خصو يعرف فين الانتدابات، خصو يجيب الانتدابات اللي مزيانين، فمشي لكثرة اللعابه اللي هما اللي كيصلوا الفريق، فاللاعب كيكون عنده مميزات اللي كيعطي للفرقه واحد الدور. واش نقول لك، المدرب راه ماشي هو لافوت ديالو، المدرب راه دخل باللاعبين اللي عنده، وكيبقاو اللاعبين هو وسط الميدان ماشي هو اللي كيلعب، فهمتي. وكنقول عرض لك الوداد ومبروك البركان هذا مكان. الوداد كان ماتش ما توقعناش الخساره ديال الوداد بصراحه، ولكن ماشي مشكل، ان شاء الله تكون النتيجه ايجابيه الماتش الجاي ان شاء الله في البطوله. بان لي الخلل كاين في اللعابه، المدرب عطى التشكيله هي هذيك، بان لي التبديلات كانوا هما هذوك، بان لي التشكيل كاين في المشكل كاين في اللعابه، ما كانش شفنا عليهم اليوم. مازال ما يحكموش عليهم دابا، خدا يكون شي حاجه من بعد. وخاصه اليوم كانت قاسيه جدا، ما توقعناش الصراحه، وان شاء الله يكون تعويض في الماتش الجاي ان شاء الله. الحسوني، الحسوني كان لعب اليوم ماتش زوين، تكناو تما سعفوش الحظ، البيت الاول تلفوا، البيت الثاني جا على قليل. المهم ان شاء الله يكون بخير الماتش الجاي. كان ماتش قاصح شويه للدراري، ولكن الحظ ما لعبش لينا وصافي. كنقول لك المقابله كانت زوينه، ولكن ان فوا قرب يسالي الشوط الاول تما فين الدراري بدا بان لي بحال يتعصبوا، بحال بداو يدابزوا شويه كذا بيناتهم، هنا فين خسر الماتش. انا بان لي كون كان المدرب الاخر قبل منه كانت تكون شي حاجه. انا جاتني الخساره، انا فاش جاتني الخساره كنقول لك المدرب ما عطاش اللاعبيه بحال الثقه الزايده في اللي ما عطاهمش الثقه في راسهم، وما دارش شي شونجمون اللي يكون زوين باش الدراري يبينوا اكثر. ما بصراحة كان الماتش حماسي اليوم ما بين الوداد ونهضة بركان، كانت نهضة بركان خصم جد عند الوداد، مي ما حالفهاش الحظ ديال الفينال ديال ما بين الشامبيون. ومرة أخرى نتمناو الوداد طلع تديم أحسن، ما عليهاش لعباش الماتش، كان ماتش فغيمون كان زوين، ونتمنى نديرو شي حاجه ما احسن ان شاء الله من هنا لقدام.